أهلا بكم. قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب إن العراق بحاجة إلى 3 مليارات دولار بشكل فوري لتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء. وأضاف لؤي الخطيب أن المبلغ المطلوب تحتاجه الوزارة بشكل عاجل لجعل شبكة الكهرباء قادرة على توفير 20 ساعة من الكهرباء في جميع أنحاء العراق، لكن هذا كله يخضع لموافقة مجلس النواب على الميزانية. وتابع وزير الكهرباء أن العراق يحتاج إلى أن يحقق قدرة 22 ميجاوات لتوليد الطاقة بحلول الصيف المقبل، وهو ما يتوقف على موافقات الحكومة في بغداد ومجلس النواب. أكد وزير النفط في العراق ثامر الغضبان أن كردستان العراق لن يسلم النفط المتفق عليه حتى الآن. أضاف وزير النفط في العراق أنه من المفترض أن تسلم أربيل 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى الحكومة في العراق، لكنها غير ملتزمة بذلك حتى الآن. وتابع ثامر الغضبان أنه يجب على كردستان العراق أن يحترم التزاماته المتعلقة بصادرات النفط وحصته من الميزانية العامة للدولة. قالت وزارة النفط إن شركة الحفر العراقية وقعت عقدا مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي. أضافت الوزارة أنه تم توقيع العقد بين الشركتين ضمن القطاع النفطي لتطوير الإنتاج في حقل الناصرية، وذلك من خلال حفر 20 بئرا تضيف إلى معدلات الإنتاج في الحقل 40 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وأشارت الوزارة إلى أن الحفر سينفذ باستخدام 4 أبراج حديثة، وأن الشركة ستوفر الإمكانيات كافة لتنفيذ العقد خلال المدة المقررة وبكلفة مالية تصل إلى 128 مليون دولار. وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر نسبة العجز في مسودة الموازنة المالية لعام 2020 بالمخيفة، وقال إن المسودة الأولى المعدة من قبل دائرة الموازنة في وزارة المالية ذكرت أن نسبة العجز في موازنة 2020 تبلغ 72 تريليون دينار، وهو رقم ليس نهائيا بل قابل للتغيير. وبين أن هذا المبلغ يعادل ضعفي العجز الذي ورد في موازنة 2019 ويزيد عن واردات الدولة الحقيقية المتوقعة بين 60 إلى 70 تريليون دينار. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على تراجع بنسبة 0.9% متوقفا عند 470.67 نقطة. وسجل المؤشر انخفاض أسهم 7 شركات وارتفاع أسهم 6 شركات، فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب 430 سهما بقيمة أكثر من 363 مليار دينار عراقي تحصلت من خلال إبرام 313 صفقة شملت 26 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.